بسم الله الرحمن الرحيم، انا احمد عماد وانت بتتفرج على قناه سيري انجلش تعلم اللغه الانجليزيه. في فيديو النهارده هنعرف الفرق بين each و every وازاي نستخدم كل واحده فيهم، لان الاثنين بنفس المعنى فبتحس ان في لخبطه، فهحاول ابسط لك الدنيا على قد ما اقدر. هما الاثنين معناهم كل، each day كل يوم، every day كل يوم برضو. طب ايه الفرق بينهم؟ نبدا باول حاجه اللي هي each، ودي بنستخدمها لما نحب نعبر عن حاجه فرديه، يعني كل حاجه لوحدها منفصله عن غيرها. يعني ايه الكلام ده؟ تعال ناخد مثال نفهم بيه. لو انا وانت مثلا قدامنا كام جمله وانا قلت لك study each sentence carefully، study each sentence carefully يعني ذاكر كل جمله بحرص. طب ليه انا ما قلتش every هنا؟ عشان اقصد اوصل لك انك تشوف كل جمله لوحدها وتذاكرها كويس جدا بتفاصيلها بكل حاجه فيها. انا قاصد كل واحده منفرده. طيب تعال نشوف مثال تاني لو انت مش فاهم المثال ده. لو قلت لك there were four books on the table، each book was a different color. There were four books on the table. Each book was a different color. يعني كان في أربع كتب على الترابيزة، كل كتاب فيهم، كل كتاب منفرد يعني، كان لون مختلف. يعني كل كتاب منفرد ومختلف عن غيره. كده يبقى احنا فهمنا ان each بتعبر عن المفرد، وطلبة بتعبر عن المفرد يبقى يجي بعدها فعل مفرد، دي حاجة بديهية. يعني بص في الجملة كده، قلت each book was، ما قلتش each book were، was فعل مفرد عشان بعبر عن المفرد مش الكتب كلها بشكل عام. طيب بالنسبة لاختها every، بديهيات كده اكيد دي بنستخدمها عشان نعبر عن المجموع مش المفرد بس، بنعبر عن الحاجة ككل. طيب بعد اذنك ادينا مثال اقول لك عينيا. لو قلت لك every sentence must have a verb، every sentence must have a verb يعني كل جملة لازم تحتوي على فعل. هل هنا بقى نقصد جملة معينة او جملة منفردة؟ لا، انا بعبر عن كل الجمل عموما. طيب تمام، يبقى each فردي every مجموع، each فردي every مجموع. طيب ده كده كان اول فرق بينهم. عندنا each بنستخدمها مع المثنى، يعني يا مع المفرد يا مع المثنى، وevery بنستخدمها مع الجمع، الجمع اللي هو اكتر من ثلاثة. طب بنشوف مثال عشان نفهم. لو قلنا in a football match each team has 11 players، in a football match each team has 11 players يعني في ماتش كرة القدم كل فريق بيبقى فيه 11 لاعب، كبت التايهة يعني. أنا أقصد إن أنا هنا اتكلمت عن الفريقين، يعني اتكلمت عن مثنى، عشان كده استخدمت each اللي هي بتيجي مع المفرد والمثنى. طب الفرق اللي بعده، عندنا every بتيجي مع الحاجات اللي فيها تكرار. يعني إيه؟ لو قلت مثلا I use my mobile phone every day، I use my mobile phone every day يعني أنا بستخدم موبايلي كل يوم، وهنا بعبر عن التكرار، كل يوم، كل أسبوع، وكل سنة، وهكذا، عشان كده استخدمت every. طب ايه اخر فرق عشان ما نزعلش من بعضينا؟ عندنا each ممكن يجي معاه حرف جر زي of، يعني مثلا اقول each of us، each of us يعني كل منا، ما ينفعش اقول every of لان each بس هي اللي بيجي معاه حرف جر، فلو قلت every of هتبقى غلط. وبرضه ممكن each تيجي لوحدها في الجمله ازاي؟ يعني لو قلت لك I read many books each is amazing، I read many books each is amazing يعني انا بقرا كتب كتير كل واحد فيهم رائع ما شاء الله عليه. هنا each جات لوحدها في الجملة، مش لازم يعني أقول each book في الجملة التانية. بس كده، ده كان الاختلاف بين الاتنين. أتمنى ما تكونش متلخبط دلوقتي. وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان تتابع باقي الفيديوهات اللي هتنزل. Thank you very much for watching، وأشوفك الفيديو اللي جاي.